أحييكم من قناة الظفرة وأقدم لكم نشرة الأخبار. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين. بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة واسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة واسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين. كما وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين. كما وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين ببرقية مماثلة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تحض الشباب بكافة أشكال الرعاية والعناية ولا تدخر جهدا في توفير الدعم اللازم لهم بتنوع صوره وعلى جميع المستويات المعرفية والأكاديمية والمهنية لإعداد أجيال مؤهلة ومبدعة ومبتكرة قادرة على ريادة جهود التطوير في حين هيئة الدولة المناخ الملائم لاستقطاب المهارات والكفاءات العربية الشابة الواعدة ووفرت لهم شتى السبل الكفيلة بتمكينهم من إطلاق طاقاتهم المبدعة لاستكشاف فرص جديدة تساهم في الوصول إلى غد أكثر إشراقا يسهمون فيه بدور فاعل في تحقيق كل ما تنشده شعوب المنطقة من طموحات الرقي والتقدم والازدهار. جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مجموعة من طلبة وطالبات كلية محمد بن راشد للإعلام بمقر المكتب الإعلامي بحكومة دبي تلبية لحلمهم بلقاء سموه والذي أعربوا عنه بأسلوب مبتكر عبر مقطع فيديو قاموا ببثه على مواقع التواصل الاجتماعي أظهروا فيه مدى حبهم لدولة الإمارات وانتمائهم لدبي وتقديرهم لشخص ومكانة قائدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم كقائد ملهم وقدوة لشباب إذ عزموا على إثبات وجهة نظرهم أن دبي مدينة تحقيق الحلم واختاروا البرهان على ذلك بمحاولة الوصول للقاء الرجل الذي صنع حلم دبي وحوله إلى واقع مشيرا سموه إلى أن مقطع الفيديو الذي بثه الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي كان كافيا لتحقيق رغبتهم في لقائه خاصة وأن سموه يؤمن بأن ما كان القائد الناجح هو دائما وسط الناس وليس وراء الأبواب المغلقة. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في الشهيد البطل العقيد ركن سلطان محمد علي بن هويدن الكتبي الذي لاقى وجه ربه دفاعا عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الأمل للشعب اليمني الشقيق. وإلى ذلك فقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بزيارة مجلس عزاء الشهيد في مدينة الذيد بعد ظهر اليوم حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته لذوي وإخوان وأنجال الشهيد البار مبتهلا إلى الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه وزملائه
رفاق السلاح في قواتنا المسلحة الباسلة جميل الصبر وحسن العزاء. وأعرب سموه خلال تقديمه التعازي لأفراد أسرة الشهيد عن اعتزازه بشباب الوطن ومنتسبي قواتنا المسلحة الذين سطروا بدمائهم وبطولاتهم ملحمة في الوفاء والتضحية والبسالة من أجل الحق والدفاع عن المظلوم ونصرة الأشقاء في الجمهورية اليمنية. إلى ذلك، حيث كانت كاميرا قناة الظفرة قد رافقت زميل يوسف المعمري أثناء مراسم استقبال وتشييع جثمان الشهيد البطل شهيد الحق والواجب سلطان محمد علي الكتبي، والذي استشهد ضمن عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف مع الشرعية في اليمن. نتابع. أرحب بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه التغطية الخاصة لشهيد الإمارات وفقيد الوطن العقيد ركن سلطان محمد بن هويدن الكتبي، الذي انتقل إلى رحمة الله في أرض اليمن وأرض إعادة الأمل في خدمة الوطن والمواطن العربي. يقول الله تعالى مشاهدينا الأعزاء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد نعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مساء أمس في مسجد عمار بن ياسر بمدينة الذيد صلاة الجنازة على الشهيد سلطان محمد علي الكتبي، الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. وشيع صاحب السمو حاكم الشارقة وصاحب السمو حاكم عجمان والشيوخ والجموع الغفيرة جثمان الشهيد سلطان محمد علي الكتبي إلى مثواه الأخير، حيث وري الثرى في مقبرة الذيد. وقدم سموهما واجب العزاء إلى أسرة وذوي الشهيد، وأعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم في فقيد الوطن، راجين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله مع الصديقين والشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وتقبل سموهما إلى جانب أسرة الفقيد التعازي والمواساة من جموع المعزين من المواطنين والمقيمين. حيث قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية اليوم أيضا واجب العزاء في شهيد الوطن سلطان محمد علي الكتبي، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني ضمن قوات الإمارات المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن مع قوة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن. وعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد في فقيد الوطن، راجيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله في الصديقين والشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. اختتم صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية. وكان سموه قد قام اليوم بزيارة عدد من المؤسسات الاقتصادية في قطاعي المال والصناعة في مدينة شانغهاي في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية. فقد استهل سموه زيارته اليوم إلى مدينة شانغهاي بزيارة سوق شانغهاي المالي، واستمع سموه من المسؤولين في سوق شانغهاي المالي إلى شرح عن مراحل تاريخ إنشاء السوق الذي تعود بدايته إلى عام 1891، حيث زادت نسبة تداول أسهم المعادن ما أدى إلى تأسيس رابطة مساهمين شانغهاي وهي أول سوق مالي في الصين. وقد أعيد تشييده وافتتاحه بتصميمه الحالي عام 1990. وشاهد سموه مكونات قاعة التداول الرئيسة وما زودت به من شاشات عرض وأجهزة إلكترونية خاصة تسهل للمتعاملين تداولهم في أسهم السوق. وسجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلمة في سجل الشرف. كما وقام سموه بزيارة المؤسسة الصينية للطائرات التجارية كوماك، واستمع سموه لشرح من المسؤولين الصينيين حول المؤسسة التي تأسست في شانغهاي عام 2008 وأعمالها في مجال تصنيع الطائرات المدنية وما تضمه من مجموعة شركات ومعاهد ومختبرات متخصصة في البحوث والتطوير وتصميم الطائرات والإنتاج وتصنيع الخدمات.
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلنت موانئ دبي العالمية اليوم عن استثمارها في مشروعين في موانئ صينية بتكلفة حوالي 1.9 مليار دولار. ووقعت موانئ دبي اتفاقية بمبلغ 636 مليون دولار لبناء محطة ذكية للحاويات في ميناء كونداوا تعتمد على المناولة عن بعد. يعد هذا المشروع الأول من نوعه في الصين، وينتهي العمل به خلال عام 2017، إضافة إلى بناء ميناء جديد في مدينة تانغينغ الصينية بتكلفة 1.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتهي العمل به خلال 2018. وقع الاتفاقية سعادة سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، ومن الجانب الصيني رئيس مجموعة موانئ كونداو. وأوضح رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية في كلمة له خلال التوقيع أن هذه الاتفاقية ستعزز من تواجد موانئ دبي العالمية على الساحة العالمية، حيث تدير حاليا 6 موانئ في 3 مدن في الصين. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة صباح اليوم بمعهد الشرقة للتراث ورشة العمل الإقليمية حول حماية التراث في أوقات الأزمات، وذلك بمشاركة أكثر من 30 خبيرا دوليا ومن الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي التي تستمر فعاليتها إلى 17 من ديسمبر الحالي. تناقش الورشة التي ينظمها المركز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي إكروم الشارقة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو الشارقة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إليكسو، تناقش عددا من القضايا ذات الأهمية في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي في الوطن العربي، ومتابعة مبادرة الشارقة الرامية إلى وضع إطار سياسات تعاون بين الدول العربية فيما يخص حماية الآثار من التهريب والنهب والتدمير، وتقييم ومراجعة السياسات الحالية المتبعة في المؤسسات المسؤولة عن إدارة وحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي، ووضع خطة لحماية التراث على مستوى الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بإنشاء مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إيمانا من سموه بأهمية دور المرأة كعنصر أساسي ومحوري في قطاعات الحياة كافة، ولأنها أساس المجتمع ونصفه الآخر. يقضي المرسوم الأميري أن تنشأ في إمارة الشارقة مؤسسة تسمى مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وتعرف باللغة الإنجليزية. تتمتع بالمؤسسة بالأهلية الكاملة واللازمة لتحقيق أهدافها ولمباشرة مهامها واختصاصاتها التي أنشئت من أجلها. استقبل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في ديوان الحاكم اليوم سعادة كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة والذي قدم للسلام على سموه. رحب سموه خلال اللقاء بالسفير داعيا سموه إلى مزيد من التعاون بين اليابان ودولة الإمارات عامة وعجمان خاصة، لا سيما فيما يتعلق بالتبادل التجاري وفتح مجالات استثمارية وشركات مشتركة والاستفادة من التطور التكنولوجي والتقنية الحديثة في اليابان. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل توطيدها بين البلدين الصديقين. من جهته أعرب السفير الياباني عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان مشيدا بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة اليوم في قصر سموه بالرميلة وفدا من رجال أعمال يابانيين من شركتي كوزومو وميتسوبيشي، وأكد سموه على الدور اللافت الذي تحتله اليابان في الاقتصاد الدولي منوها بحضورها في مختلف المجالات التنموية. جرى الحديث حول العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين اليابان ودولة الإمارات وآفاق التعاون بينهما. بدورهم شكر رجال الأعمال اليابانيون سموه على حفاوة الاستقبال منوهين بالعلاقات المتينة التي تربط دولة الإمارات واليابان والرغبة بالاستثمار في الفجيرة بفضل القوانين الاقتصادية المرنة والبيئة الجاذبة. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم سعادة صلاح محمد البعيجان سفير الكويت لدى الدولة. جرى خلال اللقاء التباحث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر اللقاء الشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعدد من المسؤولين. عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشريقة اليوم اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشريقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشريقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الحكومية الهامة والتي تخدم سير العمل الحكومي في الإمارة، والاطلاع على عدد من المشروعات الخدمية في مدن ومناطق الإمارة. شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم افتتاح مبنى كبار الشخصيات الجديد في مطار البطين للطيران الخاص، وصمم مبنى المخصص لكبار الشخصيات وضيوفهم وقادة الدول والدبلوماسيين ورجال الأعمال في مطار البطين، ليشابه في ملامحه مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد والذي هو حاليا تحت الإنشاء. يعتبر المبنى تحفة معمارية صممت وفقا لأحدث المعايير العالمية، تبلغ مساحته 2200 متر مربع، كما يلتزم المبنى بأهم معايير الاستدامة، حيث حصل التصميم على تقدير 3 لؤلؤات من برنامج استدامة التابع لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على غرار مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد. أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تواصل ريادتها في تبني أهم المبادرات الخيرية الداعمة لمناصرة الآخرين ومساعدة المتضررين في مختلف دول العالم. وأكد سموه أن تنظيم ماراثون زايد الخيري في القاهرة للعام الثاني على التوالي يعزز قوافل الخير والعطاء الإماراتية لمختلف شعوب العالم، منوها سموه بأن الحدث الذي يهدف لدعم مرضى الكبد الوبائي في جمهورية مصر العربية يؤكد مجددا أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يقف وراء كل فكرة ومبادرة تسهم في مناصرة الجهود الإنسانية وإعلاء الشأن الخيري بين دول العالم. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء دعم دولة الإمارات للجمهورية الفرنسية في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش. جاء ذلك خلال لقائه مع معالي لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي في باريس اليوم. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها على الصعود كافة، وذلك في إطار سياسة التواصل المستمر والتنسيق المشترك بين الجانبين. كما تم بحث وجهات النظر إزاء التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي والمساعي المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، خاصة تنظيم داعش الإرهابي وغيرها من المسائل الإقليمية والدولية الراهنة. وهنأ سمو فرنسا بنجاح تنظيم مؤتمر باريس بشأن المناخ. كما شارك سموه اليوم في اجتماع مجموعة باريس المعنية بالأزمة السورية، كما شارك في الاجتماع الذي يهدف إلى بحث مستجدات الأزمة في سوريا جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ولورانس فابيوس وزير الخارجية الفرنسي وفيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة وفرانك شتاينماير وزير الخارجية الألماني وباب باولو جينتيلوني وزير الخارجية الإيطالية وعادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية بجانب ناصر جودة وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية وخالد العطية وزير خارجية قطر وفردون سينيرلي أوغلو وزير خارجية تركيا. حضر الاجتماع واللقاء سعادة معضد حارب مغير الخيلي سفير الدولة لدى باريس. بالانتقال إلى الملف اليمني، حيث أعلنت قيادة قوة التحالف العربي في اليمن وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا بتوقيت صنعاء، مع احتفاظها بحق الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قيادة قوة التحالف في بيانها أن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بعث رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، تتضمن إبلاغ قيادة التحالف بأن الحكومة اليمنية قررت إعلان مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام بدءا من اليوم 15 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 21 من ديسمبر 2015، بالتزامن مع انطلاق المشاورات وتج
تتجدد تلقائيا في حال التزام الطرف الآخر. وأكدت قيادة التحالف استمرارها في دعم الشعب والحكومة اليمنية في سبيل إنجاح جهود المشاورات للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويساعد الحكومة في التصدي لمهامها وواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار والتفرغ لمكافحة الإرهاب، سائلة الله تعالى أن يكلل تلك الجهود بالنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى آخر إغلاقات السوق المحلية لليوم لسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية. كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في مدن دولة الإمارات لليوم أيضا. نهاية النشر، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.